غرومبير البرد راك تشوفي راح نولي مهبول راح نولي مهبول كيما هذا راه طالع اكونت تخلي هكا يتبرمد برا يعيش برا من بعد كي بعد كي يولي عيان ويدير حس عيانين يقولوا يقولوا الشعب ضايع. شافي عمرك 10 سنين وينك عايش دوكا؟ لا عندي ما عندي بابا. وعلاش راك برا؟ دوكا في هذه الظاهرة واش تلقاي؟ تلقاي بالك الأم على بلاش كاع واش راهو يدير وليدها، الأم على بلاش كاع واش راهو يدير وليدها. أنا ندبس بزاف مع خويا الكبير، كيفاه ما نتفاهمش معاه. خرجت، أنا نقعد في الكرسي هكا وراني قاعد. إذا مشاهدينا مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم خليها على ربي. اليوم عددنا رح يكون خاص استثنائي مميز جدا. اليوم طبعا رح نرافق الهلال الأحمر الجزائري في عملية توزيع وجبات ساخنة على الأشخاص دون مأوى. طبعا هاد الأشخاص هما منا وإحنا لهم، وطبعا بتضافر كل الجهود نقدروا نوفروا لهم لقمة سخونة خاصة في هذا البرد القارس اللي يكون في الليل. طبعا تواصلنا مع الهلال الأحمر الجزائري ولبونا الدعوة، حيث طبعا اليوم إن شاء الله معكم إسماعيل راح نوزعوا أكثر من 600 وجبة ساخنة، راح نجوبوا شوارع العاصمة وإن شاء الله راح نشوفوا معنا هذه العملية. لازم تعرفوا كذلك أنه هذه العملية تقوم بها عناصر الهلال الأحمر الجزائري على مدار السنة. على مدار يعني ليلة فصل الشتاء. نعم جميل جدا. يعني حتى الفيفري إن شاء الله، حتى نهاية الفيفري. تفضل معايا من إسماعيل حتى نهاية فيفري. تخي تخي بيان. وحنا حين رافقوكم اليوم وراني متوقع فرانشمون راني متوقع باش نشارك ونساهم في هذا العمل الخيري طبعا. وكل واحد فيكم طبعا يقدر يرسم بسمة ويدير الخير وديروا الخير ونساوه، أليس كذلك إسماعيل؟ ان شاء الله. اذا نبداو على بركه الله. راني مع الحاجه. الحاجه ديجا راهي حد بدا توجد العشاء وراهي في الدوزين. اي بس دوزه انا مش حطيب اليوم ندير لاسو تاع العدس. العدس تري تري بيان. دونك انا والحاجه رايحين ندخلوا الكوزينه نطيبوا شويه عدس نوجدوه ونلتقيوا بعد قليل مع كل التحضيرات. خويا اسماعيل نلتقي بعد قليل ان شاء الله. ان شاء الله. اذا ما تروحوش بعيد، اليوم حلقتنا فرانشمون بزاف هايله وبزاف راح تكون مؤثره، ومن خلالها راح ندعيوكم انكم تديروا العمل الخيري، انكم تتطوعوا. شوفوا باش ترسموا بسمه على وجه واحد محتاج، على طفل، على اب، على ام. شوفوا تخرجوا معنا الان للشارع راح تفهموا بزاف كاين قصص وحكايات يخبيها هذا الشارع، وحنا ان شاء الله حنوريها لكم طبعا. ولازم تعلموا انه نديروا الخير مهما كان الثمن، وخليوا خيركم بعدها هو اللي يحكي عليكم. يلا ما نطولش عليكم، راح نبداو التحضيرات. انا نبدا نغسل يدي الحاجه. بسم الله دونك انتيا تخدمي متطوعه؟ نعم. يعطيك الصحه الحاجه. كل يوم تيلي طيبي هكذا؟ كل ما يخرج يوم طيب. يعطيك الصحه. وشحال طيبي في النهار؟ طيب حاجه في 40 كيلو. طيب حتى كيما هكا 600. الله يبارك. حتى 450. الله يبارك. وحدك؟ اه. يعطيكم الصحه ربي يقدركم ان شاء الله. الوغ هكذا راه وجد العدس ديالنا راهو طاب او سخون الله يبارك. نحطوهم فيه هذوما الحجه باش يشدوا سخانه باش كنروحوا نوزعوهم ينوزعوها سخونه. بسم الله. بصح يعطيك الصحه، لازم لك الجهد ولازم لك ان شاء الله يا ربي في ميزان الحسنات الحجه. تخيلوا انه 600 وجبه كل يوم يديروهم الهلال الاحمر الجزائري طبعا، وهذا تجسيدا لسياسه الدوله الجزائريه انها توفر كل الامكانيات وتسخر كل
الأفراد خدمة للناس المحتاجة. لك لازم لك الحج عظمي صح، لازم لك الفرصة. كل خطوة بحسنة، كل عمل بحسنة إن شاء الله يا رب. هذا صافا تمسحيه تري بيان، هكذا باش تقعد سخونه. تري بيان. ممتاز. بكا ترفدوها نكمل انا هنا. إذن مشاهدينا كما شفتوا العملية تمت الحمد لله بنجاح، وجدنا العدس ديالنا حضرناه، وجدنا الخبز المندرين كاين الجبن كذلك وحتى الماء. دونك سمعي شكرا جزيلا اللي مديتونا هذه الفرصة باش نجو نعاونوا الهلال الأحمر الجزائري في هذه العملية الخيرية لإطعام الأشخاص دون مأوى. طبعا تراك مكلف اليوم بهذه العملية، تقدر تحكي لنا طبعا تفاصيل كثيرة كيفاش تتم العملية، لي بوين اللي تخيروهم، شحال من شخص توكلوه يوميا وكذا. اذا نحكي لنا اسماعيل على العمليه. العمليه في ساحه اول ماي. جميل. وساحه شهداء دوكا، يعني من نروحوا لساحه ماي، ساحه شهداء يعني لتغطيه جميع المحتاجين او دون ماوى. وقالوا لي كذلك المستشفى. نعم، اذا كان فيه لانه كميه الله يبارك كبيره نتاع 600 الله يبارك. وجبات تتم يعني بطول يعني 3 ايام في الاسبوع. جميل جدا الله يبارك. من 500 حتى 600. حتى 600. تري بيان. دونك اليوم انا في قريه الاطفال. شيء جميل انه حتى هاد الاطفال يتعلموا هاد المبادئ، مبادئ تاع الخير ومع معاونه الاخر وتقديمه بيد المساعده، شيء جميل جدا. اكيد. ويشاركوا كذلك في التحضيرات. يشاركوا طبعا هنا الاطفال في هذه القريه، قريه الاطفال بدراريه. الاطفال هما يكونوا جنب الى جنب الاعوان هنا، يطيبوا ويوجدوا يحضروا باش يمدوا هذه الوجبات الساخنه للناس اللي يحتاجوها. اليوم ما كنا حابين نصوروا ولكن ما نقدروش لانه هاد الاطفال لازم لهم اجراءات كبيره باش حنا نقدروا نصوروا معهم، لذلك حنا احترمنا الرغبه نتاعكم سي اسماعيل. وان شاء الله راح يكون لينا طبعا عمل معهم ان شاء الله في سائر الايام، في قادم الايام ان شاء الله يا رب. اذا اسماعيل منا دوك يجيو متطوعين من الهلال الاحمر الجزائري، تبدا العمليه، نوجدوا الوجبات ونحكموا طريق. هكذا خويا. اذا بسم الله مشاهدينا تابعونا. السلام عليكم. سلام. مشراكم. مشراكم. صافا لاباس. الحمد لله. كنا نستناو فيكم. رانا جينا. رانا لحقنا. حنا وجدنا كلش. دونك عرفنا بنفسك. معكم ميت حمو موحد، الملقب بزيزو، مكلف متطوعين ومسؤول موبيراسيوني تاع الاسديه. جميل جدا. احكي لي واش راح نديروا الاجراءات دوكا، الخطوات اللي راح نتبعوها. دونك اليوم التحقنا لومبيلونس وكيزيدوا يلحقوا لي فيكول تاعنا. دوك يلحقوا لي بينيفول تاع الكوميتي ديال بنيان بلي فيكول تاعهم والمتطوعين، نشارجيو الماكله ونديماريو لي بوين ديالنا. عندنا 3 بوين اليوم ان شاء الله. عندنا صحتو هذا بريميمي، وكي نكملو نروحو للسبيطار مصطفى باشا. نورمالمون اليوم عندنا تقريبا بين 400 حتى 600. عندنا وجدنا لكم 600 وجبه. 600 من بار الله يبارك. لومبيلونس وعلاش؟ لومبيلونس باش دينا لا كوفرتور سانيتار، باسكو بيان سور حنا ليكيب لي تخرج كاع سي اون ايكيب دو سيكوريست، و لومبيلونس لي راهي خارجة اومبيلونس كومبليتمون ايكيبي، و كيما يقولو ليكيب لي خارجة هي فرقة البحث والإنقاذ. تما نقدرو نلقاو دوكا في الشارع ناس مراض؟ بيان سور. أطفال، نساء، سيغتو الكبار، دونك نتوما تسعفوهم سيغ بلاص؟ بيان سور حنا نسعفوهم سيغ بلاص، حنا نسعفو بوكو بلوس لي نلقاوه باغ إكزومبل مجروح.
مالوروزمون لقاو بزاف لي زوفردوز نتعاملوا معاهم باسكو كيما قلت لك فرقه هذه مختصه في الدومين هذايا فرقه البحث والانقاذ معروفه في الدومين تاع الاسعافات على بها لومبيلونس تخرج معانا باسكو فيها كاع لي زيكيبمون ديالنا لي لازم وبيان سور ليكيب كاع مختصه ومؤهله باش تخدم الخدمه هذه. اغرب ربما حاله دخلتوا لانقاذها طيله العمل تاعك والمشوار تاعك قعدت لك في الذاكره؟ اغرب حاله بالك نقول لك الخرجه الاولى اللي خرجتها تلاقينا مع طفل 14 سنه كان داير اوفردوز كيما نقول لك صعيبه باش تعملي معاه مي حنايا كي نكونوا تماك في لاكسيون ورانا مدربين على هذا الشيء لازم الشعور ديالك تحطيه تكوتي تكونسونطري ديريكتومون مع الخدمه تاعك باش تنقذ هذاك الشخص بيان سور باسكو لو كان نبدا نتعامل معاه بالقلب بشعور ديالي ما نقدر نفاني كان نقدر نخاف يغيدني تتجرد من هذوك الاحاسيس وذوك العواطف لازم كونسونطري ديريكتومون خاطر حياه الضحيه راهي بين يدي باش نصوفيه والحمد لله الطفل هذاك اللي خدمنا معاه راهو هاي راهو بيان ومازال نتلاقاو به مازالو في بلاصتو وعيناه ثاني خاطر عندنا لو سوتيام سيكولوجيك يلعب دور جميل كذلك رانا فورمين في الدومان هذايا وعيناه باش يجبد روحو من الدومان هذاك اشاك فون هضروا معاه هكذا الحمد لله الطفل هذاك بالعقل بدا يجبد روحو ولا هو كي نحكوا لكم ماك هو يعاوننا يسهلنا المهمه باش نسربيو الماكله اللي ازديه. جميل جدا ربي يوفقكم ان شاء الله يوفقنا جميعا في هذا العمل الخيري يا رب ان شاء الله وفي ميزان حسناتنا كامل ان شاء الله. يلا خويا زيزو واش نديروا دوكا نجيبوا لكم حنا الوجبات فوالا دوكا نسناو يلحقوا جوست لي فيكول تاعنا نجيبوا الوجبات نشارجيو لي فيكول ونتكلوا على ربي ونديروا ان شاء الله. اذا نقولوا للمشاهدين ما يروحوش بعيد لانه هذا وين حتبدا رحلتنا بيان سور دوك شو حتبدا رحله وتجوا معنا وتشوفوا كاع لوبيراسيون ديالنا ان شاء الله اليوم ان شاء الله. شكرا جزيلا. اذا المشاهدين يلحقوا برك السيارات ونتكلوا على ربي. إذا المشاهدين إلى حين يلتحقوا طبعا السيارات لحين يديوا الوجبات طبعا حبيت أنا وانتم نعرفوا ونتقربوا من مهنة البحث والإنقاذ فرقة البحث والإنقاذ التابعة للهلال الأحمر الجزائري كما راكم تشوفوا الله يبارك كلهم راهم مجندين باش يخرجوا اليوم ولكن هاد الأعوان ما راهمش جايين فقط لإسعاف المتشردين أو فقط وإنما عندكم مهمة واحدة أخرى لتأمين الأفراد في الهلال الأحمر الجزائري لتأمين المتطوعين على بالك بلي الهلال الاحمر الجزائري راهو فاتح بيبانو لكل الشعب الجزائري يعني تقدر تكون تجي مراه مع اولادها يقدر يجي اب تقدر تجي عائله باش تعاون هاد الناس ولا تقوم بكاش عمليات انسانيه اللي ثاني كيتعلموا حنا واش نبداو حنا يدخل هنا سيفر اكسس معناتها نامنوا الافراد الفرقه الخاصه لامن فرقه البحث والانقاذ نامنوا الافراد تاع الهلال الاحمر الجزائري ونامنوا ثاني هاد الناس من بعضهم مثلا لو كان دوك انا نجي مثلا راح ندنا لك انت راح تدنا ليا نعطي له هو كو 3 قال محمد اسمح لي ولو كان ديرونا مشهد تمثيلي كيفاش تتم العمليه هي شوفي في السرعه وفي الجاهزيه تاعنا كيما راني هكذا نقول لكم كو 3 راح ندنا لها دوك شوفوا واش عندنا هذه السرعه كود 3 تري بيان مثلا كي تكون خاطر ماشي اللي ما راحش ياديك ولا نحضروا معاه نجبدوه نفهموه جميل جدا هذا الكود واش من الكود كود 2 هضر معايا كود 2 كيفاش كذا هضروا معايا نور هكذا ما كاين والو انا عجبتني الكود 3 عاودوها لي دركا ما كاش مشكل بهذيك السرعه بلا ما نفيق راني نهضر معاك راني نهضر معاك مثلا انت صحفيه كود 3 راح نهضر معاك هكذا هي اذا الفرقه تاعنا الهلال الاحمر الجزائري نتمرنوا على الانقاذ نتمرنوا على الاسعاف نتمرنوا على تامين الافراد ونتمرنوا ثاني في الرياضه معناتها نطلعوا الغابة باينام نطلعوا الغابة تاع عند فلان نطلعوا الغابة تاع عنديه هذه الدنيا يكون الافراد تاعنا في خطر ما راحش نخدموا غير مع الناس اللي بدون ماوى راح نخدموا في حروب راح نخدموا في بلدان فيها كوارث طبيعيه ونزاع سياسي لازم يكون الغطاء الانساني حنا كجزائريين علمتنا الجزائر باش نكونوا افراد مجندين للاستشهاد من اجل الوطن والانسانيه حنا كجزائريين علمتنا الجزائر باش نكونوا افراد مجندين للاستشهاد من أجل الوطن والإنسانية
جميل جدا، شفناكم في غزة ما شاء الله عليكم، شفناكم في سوريا كذلك، الله يبارك، موفقين. والجميل في كل هذا هو أنه شباب، هذا هو المشعل تاعنا. هذا الفضل اللي للقيادة الراشدة والرئيس الهلال الأحمر الجزائري. احنا ناس ندعموا، ناس لتخدم الناس. جميل. وحدتنا في قوتنا وقوتنا في وحدتنا، وشعارنا الإنسانية والشهادة أو الانتصار. الله يبارك، ما شاء الله عليكم، يعطيكم الصحة وموفقين. حملة إطعام المتشردين هي شراكة إنسانية بين الهلال الأحمر الجزائري والأشخاص بدون مأوى تضيء دروب الأمل. كل الأشخاص هنا المتطوعين مسخرين لهذا الحدث، لهذا للناس اللي الأقل حظا في المجتمع. نحيي كل الجهود المبذولة وخاصة على رأسهم الرئيس الهلال الأحمر الجزائري الدكتورة ابتسام حملاوي على هذه الجهود. كما نشكر جميع الأفراد الذين يقيمون بهذا الحدث بشكل متواصل طيلة الأيام وفترة الشتاء. مشاهدينا الكرام، كما شفتوا كل هذه التحضيرات اللي سبقت عملية توزيع الوجبات الساخنة، احنا رانا نشوفوا في هذه الطوابير للناس المحتاجة، للناس المعوزة، فيه أطفال، فيه شباب، فيه شيوخ، فيه كهول، فيه نساء، يعني من كل الأعمار جاوا هنا فقط باش يديوا وجبات ساخنة. هاي لك عملية التوزيع، راح نشوفوا طبعا حالات قطع القلب. تخيلوا أنه في هذا البرد وفي هذا الليل كاين ناس محتاجة، ناس ما عندهاش واش تاكل، ناس تترقب فقط الهلال الأحمر الجزائري، تترقب جمعيات خيرية، تترقب متطوعين، ناس الخير اللي يجيبوا لهم لقمة سخونة. إذا أنتم لكم في ديوركم الآن وتشوفوا في هذه الحصة، راهي تقريبا العشرة غير هكذاك، راهي تسعة ونص، راكم تشوفوا بالك تكونوا تعشيتوا، بالك الآن راكم تعشوا، تفكروا هادوما، شوفوا كل هاد الطوابير، تبعوا معنا. بابا واش خصك بابا العزيز؟ واش نزيدو لك؟ ما تزيدي لي والو، انا كي انسان انا فهمت راكم منورين كاع هنا. الله ينورك بابا العزيز، ربي يفتح عليك، هاك نزيد لك وحده. كل حاجه الله ربي يعطيكم الخير ان شاء الله. حاج تهينا برك، وراكم نقول لك حاجه، راكم يا ودي رانا ما كان نهضر ما كان. لا هاك بابا العزيز زيد هذه، الله يخليك. الله يخليك. اودي الخاوة اروح خويا تفضل، صح نصور نطلع. هاي خويا ادي حقك، اروح خويا هاك تقول لي كلمه، احكي لي حاجه. الله يحفظكم، قناه النهار الله يحفظكم. احكي لي انت دائما جاك تدي الماكله؟ ماشي دائما، كي راني خدام هنايا مي داك مي داك نجي لكم. هذا مشكل، ربي يعاونك خويا، الله يحفظك وربي يفتح عليك ان شاء الله. ربي يعطيكم ما تمنوا وربي يقدركم على الفعل ان شاء الله. خويا العزيز يعطيكم الصحه. شكون ثاني؟ تفضلوا معنا. بيدو اروح منا. صحتك. زيد عطاك شكاره الحاج، عطاك شكاره هاك خويا هاك بصحتكم. أعطيني شكارة، أعطيته له شكارة عليه. أرواح الحاج يا بابا، أرواحوا معايا أرواحوا. لا لا، نطروح الشيخ مسكين.
سيزو انا هنا انا هنا بابا العزيز ربي ينور ما جابولكش الماكله مازال حنا وقت السنة هاني السنة مشراك بابا لاباس الله ينور جابولك الخبز الخبز مازال مازال اعطيني شكاره خبز انا نجيب لك بابا هاك بابا العزيز ربي يحيي بلادنا ان شاء الله وربي يبعد عليها البلا كل ما عندكش بنت تاكل ما عنديش امي ما عنديش حوزوني طيشوني ولادتي بلي ومرتي حوزوني طيشوني ولادتي بلي ومرتي بلي ومرتي بلي ومرتي بنك ومرتي مرتي والله طيشوني راح يضربوني وطيشوني وعلاه طيشوك اقول انت عييت صرفت ندبت درت كلش على الخرمه ونطيشوني انا وين تكون هنا في العاصمه في باتنا 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 هنا العاصمه ايه والله مبات شحال عندك وانت مطيش برا درك راني في اربع شهور اربع شهور ما حوسوا عليك ما والو لا والله ما حوس عليا بشر ضربوك ايه مرتك مرتي وبني راح نضربوني لا غير ما قدروش وعلاه بابا قول انت قول انت كانوا يشوفوا فيك بابا واش تقول لهم انا واش نقول ربي يهديهم هذا ما نقول ربي يهديهم وكيفاش راك عايش برا هكذا انا عايش انا كاري هنا عند الاخر كيف يقولوا له عند ايه في المرقد في المرقد هي كما جامع كتشاوا وشحال تسلك للنهار 900000 الشهر عندي زوج مليون مدولين ومليون نعيش به هكذا كنت تدفع لهم المليون ها المليون هنا نسلكوه هنا في المرقد تسلك المرقد نعم إيه؟ نعم هاني نسلك مليون في المرقد ها هو مليون نعيش به هو وانا هاني ندور منه كان شي ما يجيب ربي القسم نتعشى ونروح مازال متعشيش هذا هو عشاك بابا هذا هو عشاك ان شاء الله ربي ينور بنتي الله يحفظك امين يا رب وربي يعيشك اولادك امين ان شاء الله وراجلك ويعمرك ان شاء الله بيتك امين عبالك غدوه دوك نزيد لك تاع غدوه ان شاء الله وسخنها هكذا صحه بابا دوك نجيب لك زيدوا لي اون باغ هنا اعطوني اون باغ اعطيني اون باغ صحيتو هذه بابا سخنها الغدوه ان شاء الله هاك شكاره هذه تاع غدوه دي 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 معليش هاي عندي صاشي تاع تشينا واش حبيت انت يا عمري نعطيك صاشي تاع تشينا ولا دس ما تديش غير صاشي تاع تشينا وين تسكن انت وين تسكن تشواد هنايا وين هنا ايه ودائما تجي تدي الماكله هكذا تحيه الجزائر ربي يحفظك الله يخليك خويا الله يحفظك والله ربي يعطيكم يتمنوا امين الله يرقى شوف انت يا بما انو انت ان جون الجيريان لو كان ما يشوفوه دوك في النهار يقولنا الناس ما عندهمش وانتم راكم توزعوا لهم توريوا لهم انت واش تقول لهم الناس ما لا انا نقول للناس هذو الله يهديهم هذا شله رب صغير جيبوه لي نعطيكو تشينه اه يا روح هاي تشينه انت ما تروح اه ما تروحش ده ايه ان شاء الله ربي يقدركم يعطيكم ما تمنوا على الفعل هذا صح ان شاء الله الله يحفظكم صحتكم نجي نهضر معاكم روحي نجي الله يحفظك نجي عندك معليش نهضر معاك بصحتك بابا العزيز الله يسلمك كيفاه كيفاه ها بابا بصحتك تعشيت الله يسلمك قلبك معمر انت بابا ها عرفتك صح الله يحفظه قلبك هذه البركه تاعنا ان شاء الله ويحفظكم ان شاء الله كامل يقولوا لي بركه والله غير بركه انت خويا ان شاء الله ربي يطول في عمرك خونا الله يحفظك تلمك ندعو قناه نهار بالخير وان شاء الله ربي يقدرهم على الفعل هذا ان شاء الله يا ربي قول ان شاء الله الحال ان شاء الله يا ربي شو قهرك وشو قهرك شوف البرد كي تشوفي ميزيريه خويا باين انت جاي كيما هذا في عمرو بركه في 80 تمشي بالحصان شوفي 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 اسمعي هلال الاحمر احنا شوف بابا كيفاش نقدروا نعاونوا اه قول لي كيفاش نعاونوا وش هي حكايتك كيفاش حتارك برا هذه بلاصتك ام تميزر ما متزوج ما خوتي العزاز هاي بلاصتو هاو فراش اروح تفضل يا اخي جوز جوز هذا هو فراش وهذا الحاج هنا انا انت ترقد هنا اه يرقد هنا دائما جوز منا نلقى هنا معروف هنايا معروف بصح كيفاش حترقيت روحك برا لا غالب هذيك اللي على بالها المادوني لو ريزون حقي يسمع من حقي نكون هنا ما عندكش دار ما عندكش دار لا 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 ما تقولي ليش جات هكذا هكذا عندك مرة مزوج انت انا 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 راني جرون بير انا مي جرون بير ها اللي بري هنا يا تو مي بابيي يحوسوا عليك نعم يحوسوا عليك لي بيتي زونفون احفادك يحوسوا عليك كاش كاينه كاين انا عندي سته
1991 6 حبست الدراري مع المرأة. عندك 6 دراري؟ حبست الدراري قريتهم هنايا من سنة الأولى، خرجوا ديبلومي لبس بيه وما كانش اللي ما شكرنيش. وسامحين فيك؟ وكل غالبا الديخ كاين. حوزك ولادك ما عندهم؟ حوزك ولادك؟ لا هذه متعودي عليه، جن ولادي اللي بري، أنا اللي نحكم في الدار، أنا اللي نحكم. بصحك برا راح نولي مهبول، وأنا مدين باش تعرفي. كيفاش راك حامل هذه المعيشة برا؟ إي واش ديري واش ديري؟ في الشتاء. إي الله غالب دوكا، قال على تاويل ولا عندي ضيق ولا اسم من حقي ما ديروش تاويل، ماشي أنتيا. لا ماشي أنتوما، أنتوما الله غالب. معليش يفرج ربي ان شاء الله. باش يعرفوا الناس الجزائريين دوكا لهم في ديورهم وكذا، انه الشارع هذا فيه قصص كثيره. شفنا هذا الحاج، شفنا شباب، شفنا هذا يحوس على تشينا. محمد خويا او يحوس على تشينا، هذا لازم نجيبوا له الحاج. ربي يفتح عليك، تعشيت ان شاء الله؟ تعشيت. انا قلت لك شفت محمد صاحبي، محمد صاح ما جابوليش محمد صاحبي. دوك نجيبوا له الحاج. بسم الله. نجيب لك الحاج، نجيب لك اون بار. كاين العدس، حنا جبنا العدس. نجيب لك سخون، عدس سخون. نجيب لك، جيبي بالكل خبز. ماكله هي ماكله. نجيب لك دقيقه، نجيب لك الخبز. اسمعي، جيبي وروحي. علي جايبت لك بابا. شوفوا مازال الغاشي، شوفوا مازال الغاشي. نجيب له لاباغ تاعو ونجي. سيل فو بلي، اعطيني اون بار، اعطوني اون بار. عطيوني اون بار. ميرسي بوكو، الله يخليكم. هاك بابا، اروح تسمعي، اروح تسمعي. ناكل قدام. وقت تسمعي قدام مع الراجل. وقت كيما هذا يسهر مع الزطله ومخدرات حتى الصباح هو ناوي. وقت كيما هذا يسهر مع الزطله، يسهر مع الزطله ومخدرات. هذا عنده يما، هذا عنده اختي وعنده يما. روح قاعد عندي. واش تاكل هذوك الامور الخطره؟ وراي ماما، وراي ماما. وين تسكن؟ تسكن فوقا؟ واش تحب تسهر لهنايا؟ ها؟ قول ماما كان بالها بلاك هنا. انا نعاونو لا. تسمى راهو يسهر الصباح. نعم. دوك حنا هذا نورمال في الفلاش. صح دوك انا ماما تراك في الفلاش. لا نديوك عند ماما. وعلاش راك برا هذا الوقت؟ وين تسكن؟ نديك دوك توريني وين تسكن. جي معايا. لا ما يهدرش. لا الشغلات هذو ما يهدرش، خاطر يحكموا فيه. صح هنا هنا عندهم ماما يهدر. سمعتني اخويا العزيز، انتوما نعم. هذا دوكا في هذه الظاهره واش تلقاي؟ تلقاي بالك الام على بلاش كاع، واش راهو يدير وليدها؟ شي نورمال. هذه على عرضتكم، قلت لكم روح تشوف ان شاء الله. استناي تشوفي. اسمع زيد لي المندارين، نفتح قلبي. جابوا لك مندارين؟ جابوا لكم شو؟ بصحتك الحاج. دوكا انا نجيب لك بابا. بصحتكم. خويا كليت؟ السلام عليكم. ايه كليت. الله يحفظك. لا بليده. بليده نخدم؟ ايه. ولا راك برا؟ عندك نخدم. واش تهبط هكا؟ لا عندك نخدم، عندك قاعد وخطره كيفاه. صافيك هذه حيت زوالي، واش تقول؟ برا عايش؟ انا انا في الجزائر. برا؟ خطرة وين؟ لا أنا برا، من داك في لوتيل. كيتكون مليحة لوتيل، كيتكون برا ماشي مليحة برا. والدار كيفا؟ دار واش تقول؟ مشاكل. مشاكل؟ انت خرجت ولا؟ لا أنا ندبز بزاف مع خويا الكبير. كيفا ما نتفاهمش معاه. خرجت. ما أنا شغل ماشي، ما أنا مبغيش هكا نهدر معاه كاع. فاهم؟ ندخل بكري يقول لي دخلت بكري، ما ندخلش بكري على دخل ما دخلش بكري. زوك ما نتفاهموش. خرج داري. ودوكا كون نقول لك شحال عندك في جيبك مصروف؟ انا والله ما عندي. ها شو واش عندي؟ لاكارت ناسيونال. لاكارت ناسيونال. ها
نحاول كنقول لك اليوم ونحتبات وريدي فراشك ونحتبات اليوم انا نبات لهنا هذه الجنينه هذه الجنينه فرشت كيفاش ترقد برا انا نقعد في الكرسي هكا راني قاعد غير اصبع هذه الجنينه هذه الجنينه ولا تحضر خاصنا الدعم خاصنا الدعم بصح انتم ديجا انكم صغار الله يبارك علاش ما تخدموش وين تروح تخدم يحوزك يقولك ما كاينش كيفاه تخدم وخرج سي في انا مخرج 77 سي في اني حط بارتو وين نروح نحط سي في شركه السلام عليكم وين تحطوا ضرب لنا يحطوا كابا يحطوا هذاك الاجو يقطعوا ما يحلبكش كامل نديروا سبور انا ندير سبور عندي بالك انا في 11 سنه وانا ندير في سبور تاع 11 سنه بنادم يدير سبور عندي بزاف لي تيتر كون نوري لك كباب تنحل عليك عندي بزاف لي تيتر هذا الطفل نسقسيك على هذا دائما برا ما عندكش دار عنده لا ما عندوش دار ما كان عندنا هذا الطفل راهو في خطر لازم منا نديروا له حل مستحيل يقعد هكذا كاين بزاف مراكز الاطفال المسعفه كاين بزاف مراكز يقدروا يعويوا هذا الطفل شافي عمرك 10 سنين وينك عايش دوكا لا عندي ما عندي بابا وعلاش راك برا واش خرجتك من الدار انت هكا نروحوا للدار ديك لداركم انا ما نحبش نروح انت ما تحبش تروح بصح مازالك صغير انت واش داروا لك داركم باش تخرج من الدار قالوا هكا كيفاش هكا شوف فيا كيفاش هكا هاك في دونجي هاك في الخطر هنا على بالك بلاك في الخطر وقالوا لي اقدر حاجات ماشي ملاح قالوا لي اقدر حاجات ماشي ملاح ماشي حاجه ماشي ملاح ديك لداركم هاي ديك لداركم وتقعد برا هذا الطفل راهو في خطر راهو خاب خرج هذا شاب جزائري اخر جا باش يدي طبعا وشنو هذا واش هاد الكتيبه تطواج عنده بابه عنده يمه عنده يمه خاطر في خاطر متلقين هذا الكاميرا نقص مع هذا ديجا هذا مدخو هذا سلك راه كيفاه مدخو هذا لانه شوفوا ما غاديش نقول لكم واش راهو يدير حرمه الممارسات بزاف خطيره راهو يتعاطى امور بعيد الشر انت تانيك برا يا ناس دراري راهم برا اخت العائشه شوفي احنا رايحين ناخذوا لي بروسيدور انا نعيطوا الانشونس الحمايه الطفوله ما تروحش دوكا ولا ما تخافش وليدي ما تخافش يما تبرا تعرف دارهم تدينا لدارهم هاي عندكم داركم ايه شاهدينا انا هذاك الطفل قعد في قلبي ما طناش قلبنا نروحه ونخليوه في الشارع ارواح ورا محمد موح إذن مشاهدينا كما شفتوا كنا في النقطة الأولى على مستوى ساحة الشهداء ودرك رانا تنقلنا رانا في كاتشاوا طبعا عملية توزيع الوجبات الساخنة على الأشخاص دون وما زالها متواصلة نذكركم أنه اليوم وزعنا أكثر من 600 وجبة ساخنة والحمد لله وهذا بتوفيق من ربي سبحانه طبعا رحين نتواصل طبعا العملية داخل هذا سيارة الإسعاف كاين شخص روي تلقى إسعافات أولية لأنه مسكين طلع له السكر هو من مهندسي النظافة تقلق مع زوجة تاعه طلع له السكر والحمد لله كاين هذه السيارة المجهزة بكامل التقنيات ما نقدروش نصور لكم لأنه هو ما قبلش ولكن دعوا إن شاء الله بالشفاء نقول له روح بالعقل الحاج ما تقلقش راح بزاف كل شيء هون إذا احنا نكملوا نقطتنا الثانية قلنا في كاتشاوا السلام عليكم السلام عليكم عطيتو لهم شي بونه اذكر الله بصحتكم الزوجه ديالك هنا راك مع الزوجه ديالك اه سيبون عندكم دراري عندو نورمالمون انت ما عندكمش
بصحتكم. بصحتك الحاج. أطولك العام. بصحتكم. نوضناكم اسمحوا لنا. أرق العام هنا. وتعشيت بابا. تعشيت والله. صح. صحتك. خصك غير الماء. جبنا المندارين. يعني هنا في الماركة كاين مقولة بالسمعة مد يدك بعد الطاولة واش بده ولو كان تفتح لي قلبك تحكي لي انا قلبي بتاع العام ما طلعش ولو كان تحكي لي واش نحكي كيفاش حتى لقيت روحك برا لقيت روحي برا انا ما دايمات لا باباش لقيت روحي برا لقيت روحي برا انا ما دايمات لا باباش لقيت روحي برا انا ما دايمات لا باباش لقيت روحي برا مش مزوج ماشي هكذا عايش وحدك براسك براسي وحدي ما كترقد برا دايما الحمد لله والله الحمد لله صح والله الحمد لله قناعه هذه قناعه من عند ربي قناعه الحمد لله يا ربي عندنا حبابك كثر خيرهم اليوم راهي الشتاء ما كانش كي تكون الشتاء كيف لا ما تقيسناش ما تقيسكش من عند ربي سبحانه من عند ربي ما تقيسناش الحمد لله الحمد لله. وكيفاش راك عايش؟ عايش تخدم ولا؟ يعني مريكولي مع صحاب الطواب منا هذا زلوه صندوق منا هذا منا. كان يجيب قوته. قوته وهنا والف شحال عندك وانت في هذه البلاصة؟ هذه مدة بلا حساب. شحال؟ والله فايت فايت ال 20. 20 سنة. 20 سنة. عندك كارطة عندك؟ ما عنديش. عندكش ناس كارت ناسيونال؟ واحد ما خدمتهاش؟ خدمتها ما تتقطعت صح الحمد لله ما نأدي واحد الحمد لله الحمد لله تكسر كتر خيرك يا ربي والله رحمة ربي ما دام الناس صحاح الحمد لله صحة كنقول لك وش راك طامع ولا حب في هذه الدنيا؟ ما طامع في والو والو خلاص في الدنيا طامع في والو كملوا لي ما تليل ما قالوا في العمر وخلاص حمد ربي سبحانه وقانع بشي اللي طهو لك ربي والله قانع به الحمد لله ويكثر خيرك يا ربي وش تقول لهادو ما زعما وش تقولنا على هادو ما اللي يلهفوا عمهم اللهفة على كلش ما يدي معه والو يدي معه شبر ما يدي معه والو يدي معه شبر يكسب به الله تكسب الله ربا بارتيا يا رجل يدير وش يحب كلش والو الاخر يدي شبر يكسب به الله تكسب الله ربا بارتيا يا رجل يدير وش يحب كلش والو الاخر يدي شبر الاخر يدي شبر ويدي 700 ترى تقمنا كلش فاني هذا ماكر ربي يفتح عليك ان شاء الله اللهم امين ان شاء الله وعلى امه محمد جميع يعطيك الصحه وسمحنا قلنا مضناك والله راك مسامحه الدنيا واخره الله يفتح عليك اللهم امين ان شاء الله انت ما تعرف تليفون ما تعرف تلفزيون ما نعرف والو لا تليفون لا تليفزيون ما على بالك شو صاير على بالي رجعت شحال انت برا برا هذا قال هذاك واحد صفيق واحد خمس سنين خمس سنين انت من الازفون بني دواله بني دواله تيزي وزو الله يبارك يبارك فيك كيفاش حتى لقيت روحك برا صدر كنت نرقد في الدروتوار دارك خرجت الكورونا هذوك خرجونا كاع من لي زوتيل من الدروتوار رابط هنا ما عندكش دار ما عندكش عندنا دار في البلاد مزوج انت ما مزوج مطلق مطلق دراري عندك ما عندي شنو ما عندكش دراري ما عنديش وعلاش خيرت هاد البلاصه هنا بالتحديد استاجر هنا في المارشي هذا كنت تبنت هنا في الدروتوار مليون دوسون بار موا خرجت الكورونا هذه كاع هذيك خرجونا لي زوتيل ما يخدموش لي دروتوار ما يخدموش دونك جبتها برا ايه وصافا كيفاش تلاقي روحك صافا قلت لي عندي دار في بني دواله عندنا دار علاش ما طحش بني دواله ايه داين عايش هكذا في المويل فاكر نبيعو نشريو عايش هكذا عايش برا ايه ان شاء الله ربي يفتح عليك ان شاء الله ان شاء الله تعشيت تعشيت العدس بنين مليح انا عاونت طيبت فيه ربي يرحمك الله يخليك ربي يفتح عليك ان شاء الله تبقى على خير السلام عليكم بابا واش راك بابا لاباس امي احمد تعشيت زيدوا لك تعشى حاجه سخونه دافيه والله ما يا بصحتك كيما تحب السلام عليكم بابا واش راك صافا لاباس
تعشيت بابا نزيدوا لك تعشى. عندنا عدس سخون. عدس سخون بنين. نزيدوا لك باطة نخليها اللي طويلة. تكفي بصحتك. صحتك. شوفوا كي يكونوا ياكلوا ديجا جابوا لهم قبل، والهلال الاحمر يحب يزيد لهم وجبه اخرى. ماكش يقولوا واش يقول لكم؟ يقول يعطيك صحه سي بون شبعت. قناعين عندهم واحد القناعه رهيبه عجيبه. كاين بزاف كي نجيبوا لهم يقول لي لا لا خلي الخويا اللي مازال ما تعشاش. سبحان الله. معناتها مالغري هما راهم كيما يقولوا في حاله فريمون هم ضعفاء، مي يخموا توجور اللي ضعيف عليهم. ضعيف عليهم قناعه. قناعه توجور قانعين هذوما. صح صح. الشارع في حكايات وحكايات. واش راك بابا؟ تعشيت ولا مازال؟ تعشى بصحتك بصحتك يكفيك. انت باين من الشرق، انت من الميلة، انت من الميلة ميلة انت ولا جيجل؟ انا جاي من بعيد والله. من الشرق كما غرب هكا. واش جابك هنا؟ نعم. واش جابك هنا؟ جينا. ما يش السمعك نفتح لك. عطي نعاودك نفتح. عطي نفتح. اك مريض؟ زعما نخدم زعما كما حمال هكا نخدم. اللي تخدم حمال في اللي نمشي وين ما لقيت الخدمة هذيك هي. اي وين ما لقيتش الخدمة تاكل. جيت تاخذ عندنا. شوف الهلال الاحمر الجزائري راه فتح مقر فيه شوفاج فيه لبسه مليحات. حب تدخل وقت ما حبيت وتخرج وقت ما حبيت في اطار القانون. صحتك. ولا حبيت تخدم والعشيه تتقدم لعندنا تبات مرحبا وسهلا. راهم الهلال الاحمر بيبانوا مفتوحين لجميع الناس. دونك عندنا الريميلوس وعندنا البيع. شحال من دير من دير برودة شحال؟ من دير برودة شحال؟ شحال عندك وانت هنا؟ شحال عندك وانت هنا؟ الفيقة ولا كون لا قشي ولا تاني لا قشي. شحال عندك وانت هنا؟ ما عرف جلين بس قشي. شحال عندك وانت برا؟ إذا راني في أسبوع. أسبوع؟ منين جيت؟ أنا تبع غرب سماج. من الغرب؟ مجوى خارج. وكيفاش حتى جيت لقيت روحك هنا؟ هادين عندي مانيش مودر. عندي كارطه كارطه تاعي عندي كلشي. راك مودر؟ قلت لك ماشي مودر. عندي كارطه تاعي. عندك كارطه تاعك؟ ايه. بصح واش هي الحاجه اللي خلاتك تخرج برا للشارع؟ واش هي الحاجه اللي دفعاتك تخرج هكذا؟ خدمه وخلاص. خدمه غير الخبزه. قلت لك شوف روح تخدم خبزه. خبزه روح تخدم الصباح نمشي خبزه والعشيه روح للبيير ولا للريميلوس تبات تدوش تتعشى قرعه الماء نحملوها. شوف شوف اسمعني كاش كاميو تجي يسمعني. اخدم في النهار الله يعاونك ويعطونا حقنا. اخدم في النهار الله يعاونك. العشيه اروح تدوش وترقد وتتعشى وصبح تنوض تروح تخدم. يعني جيت خليت دارك وكامل للشارع باش تخدم؟ لا لا نعاود نولي غير ندير هكا في التران نعاود نولي لداري. باش تخدم حمال باش تكسب القوت باش تجيب ماكله. ربي يفتح عليك ان شاء الله. ربي يفرج عليك. ربي يفتح عليك ان شاء الله. يعطيكم صحة ليكيب. بارك الله فيكم. ربي يجعل في ميزان الحسنات إن شاء الله يا رب. إذا مشاهدينا بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذا العدد الخاص من برنامجكم خليها على ربي. راكم تشوفوا بهذه العلبة شحال من واحد فرح اليوم مثلهم مثل الشباب لهم خلفي. بصحتكم. عجبكم العدس؟ بصحتكم. قلت لكم بهذه العلبة فقط شحال من واحد شبع اليوم شحال من واحد تعشى بعد ما كانوا جيعانين. تخيلوا كل واحد وحكايته في الشارع كل واحد وقصته. سمعنا هموم نتاع الناس وشفنا فرحتهم برغيف خبز وعلبة عدس فقط. يعني شيء ليس مكلف كثيرا. حبيت نقول لكم أنه ديروا الخير يا خوتي ونساوه أي حاجة. الكلمة الطيبة راهي صدقة. ابتسامة في وجه أخيك صدقة. فما بالكم أنكم تديروا هكذا
حملات تطوعية يلا في كل حي في كل حومة، انتم اصحابات ما بيناتكم، انتم الاحباب ما بيناتكم، انطموا تعاونوا كوتيزيو في ما بيناتكم وخرجوا هكذا. شيء ممتع رائع، عمل الخير بزاف هايل. صحيح كحنا نهار كامل وحنا نمشي ونجري ونحضروا كذا، ولكن كان امر صدقوني ولا اروع من اجمل الاوقات اللي نعيشهم انا شخصيا هو هذه الاوقات. كي نشوفوا العائلات الناس هكذا محتاجه نفرحوهم نرسموا لهم بسمه، واهم من كل هذا انه ندعيوا دعاوي الخير. شكرا زيزو بوريكتم. اليوم ما حنختم صح ماشي وحدي لانه كان فيه معايا بواسل الجزائر ان شاء الله. طبعا نشكركم زيزو على كل ما قدمتوه، صراحه عملكم رائع جدا. الله يحفظكم حاجه الاولى، يعطيك صحه انت راكي شاركتي معنا كما يقولوا العمليه من بدايتها الى نهايتها، كي شاركتي في الطياب في لا ديستريبيوسيون، خرجتي حوستي معنا على لي اس دي اف، يعطيك صحه. وان شاء الله هذه ماشي اخر مره اللي تخرجوا معنا، احنا بيبقى تاعنا تاع الهلال الاحمر، جميع واحد او ناوي ولا حاب يجي يدير الخير البيبان ديالنا مفتوحين على العام ان شاء الله. يعني مرحبا بكاع الناس ان شاء الله. فرقه اس ار اس عمار خويا بارك الله فيكم، فوالا رئيس الفرقه طبعا لازم يلتحق بينا محمد. واسمو الزميل تاعك محمد. هيا محمد. محمد بوريكتا اخي بارك الله فيكم. اخويا محمد شكرا جزيلا، تشرفنا كثير بهذا العمل وفرانشمون اوني فيور دو فو. احنا مرحبا بكم في كل وقت، ونقول لكل جزائريين مرحبا بهم. الهلال الاحمر البيبان تاعو راهم مفتوحين، الفرقه هذه في خدمه الوطن والمواطن والانسانيه والمجد والخلود لشهدائنا الابرار، وتحيه الجزائر وتعيش غزه مستقله. شكرا بوريكتم. كل الاعضاء تاع الهلال الاحمر الجزائري كل واحد باسمه بارك الله فيكم، ربي يجعلها في ميزان حسناتكم ان شاء الله. يعطيكم الصحه كامل ليكيب. شفتوا معنا دوك الطوابير تاع الناس المحتاجه، عاونوا خاوتكم ديروا الخير ونساوه ما تعرفوش قاعد عوض الخير كيفاش هكذا راح نتلقاوها ان جور. دونك تهلاو بزاف في روحكم ان شاء الله، هذا اليوم يكون عجبكم. شكرا مره اخرى للهلال الاحمر الجزائري وكل الناس تحب تدير الخير، تعاونوا على فعل الخير ودمتم. انا راني غران بير البرده كي تشوفي راح نولي مهبول، راح نولي مهبول كيما هذا راه طالع اكونت تخلي اكا يتمرم برا يعيش برا، من بعد كي يولي عيان ويولي يدير في عيان انت ولو يقولوا الشعب ضايع. شافي عمرك 10 سنين وينك عايش دوكا؟ لا عندي ما عندي بابا. وعلاش راك برا؟ انا دوكا في هذه الظاهره واش تلقاي؟ تلقاي بالك الام على بلاش كاع واش راهو يدير وليدها، الام على بلاش كاع واش راهو يدير وليدها. انا ندبس بزاف مع خويا الكبير كيفاه ما نفهمش معاه، خرجت انا نقعد في الكرسي هكا وراني قاعد 11 سنه بنادم يدير سبور، عندي بزاف لي تيتر كون نوري لك كابا في تنخل عليك. يعني جيت خليت دارك وكامل للشارع باش تخدم؟ والله الحمد لله قناعه هذه قناعه من عند ربي قناعه الحمد لله يا رب. حبابك الطاهرين شي يعرفوا الناس الجزائريين دوكا لهم في ديورهم وكذا، انه الشارع هذا فيه قصص كثيره،